ثلاث بدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ أخذت السورة الكبيرة. طيب يلا اقرأ آية. يلا اقرأ كل وضع واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. اقرأ. أيوة بس يا حبيبي بس مباشر. أمة لا إله إلا الله. شوف اقرأ يا حبيبي. يلا اقرأ أي آية. صفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم مغفرة وأجر عظيم. ماشي ماشي مع إن في شوية تجويد كده محتاجين تظبيط. تعالى أنت اللي عليك. يلا اقرأ. اقرا اي آية حتى لو اذا جاء نصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وجدك عائلا فأغنى فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ممتاز. يلا أي واحد فوق عشان ما أقفلش. أجي حمد. أجي اقرأ. لا اقرأ كل أصغر رب الناس. تعال اقرأ أي حاجة أي كده واحدة. يلا اقرأ. اقرأ وجاءت سكرة الموت. يلا اقرأ إن الله ملائكته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما إن لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الله اقرأ. يلا ما تكسفش. ولو نشاء لغيناكهم فلعرفتهم ولتعرفنهم في لحن القول في لحن القول والله يعلم أعمالكم. دلوقتي احنا عندنا كذا غلطة. عايز تقرأ ايه تاني يا جماعة الخير؟ الشاب أبو بكر المحترم العسور اللي كان بيصلي إمام النهاردة من امتى هيقرأ؟ ولك يا شيخ عبد الرحمن الله يسترك يا شيخ عبد الرحمن. هيقرأ ولقد خلقنا الإنسان بصوته. يلا يا حبيبي اقرأ بصوت الدسر. هات الدسر. يلا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. عايزين الدسري؟ مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وجاءت سكرة الموت بالحق. غلط. ممتاز. شفتوا يا جماعة من ثمرة الحفظ أني أخطأت وهذا الشبل أعادني. إيه الآية اللي بعدها؟ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي قد قدمت إليكم بالوعيد. ما يلفظ القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول يوم نقول لجهنم. عايزينها دوسري؟ لا شيء ده صح. انا عاوز من اول الخلاب السلام، مش عاوز تقول الخلاب السلام، عاوز اقولها بالقطار. شيخ انا عاوز اقول محمد. طب ما تصلوا على النبي. انا عاوز اقول من اول الخلاب السلام بس. ما الناس عايزه تقفل بس عشان الباقه هتنتهي بتاعت الناس والباقه بتاعتك كمان. قال الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أدخلوها بسلام جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. سلموا على الناس اللي بنيجي. تمام مشاهدات بس. السلام عليكم ورحمة الله. نعمة من ربنا. السلام عليكم. الحمد لله.